الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل أرسل الأرض بالجبال في نواحيها وأرسل السحاب الثقال بماء يحييها ثم قضى بالفناء على جميع ساكنيها أحمده جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدِك ونبيِّك وحبيبِك وصفيِّك وخيرتِك من خلقِك محمد بن عبد الله، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جلَّ في علاه، وأشهدُ أن محمدًا رسولُ الله بلَّغَ البلاغَ المُبين، وأقامَ الله تبارك وتعالى به الشِّرعةَ والدين فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كنت سأتحدث اليوم عن الأضاحي وأحكامها، فوجدت أن الدم المسلم يضحى به، فإن حرمة دم المسلم عظيمة عند الله تبارك وتعالى كبيرة، لا فرق بين دم ودم وحرمة وحرمة، فالمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، لا فرق بين دم الأسرى السبعة الذين قتلوا في أثيوبيا وبين دم السبعة الذين قتلوا في المظاهرات بالأمس، فالحرمة هي الحرمة والدم هو الدم، وكما نأسف لهذا نأسف لهذا، وكما أن ذاك جريمة فهذه جريمة، وكما أن تلك كبيرة فهذه كبيرة. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حينما تسيل الدماء المعصومة بدون محاكمة قضائية، حينما تسيل الدماء المعصومة وتزهق النفس التي حرم الله تبارك وتعالى إلا بالحق، عند ذلك تقع الفتن الكبار العظام في البلاد وبين العباد. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه دعوة عظيمة كبيرة تستشرف المستقبل، وينظر فيها النبي عليه الصلاة والسلام لمستقبل الأمة كلها إلى قيام الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني الثالثة. قال عليه الصلاة والسلام: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني الثالثة، سألته ألا يهلك أمتي بالسنة، أي بقحط عام تموت الأمة فيه كلها جوعا، سألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من سواهم فيستأصلهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها.
قال: سألت ربي ثلاثا لمستقبل الأمة المحمدية، ليس في زمن من الأزمان فقط ولا في بلد من البلدان، إنما النبي عليه الصلاة والسلام يعيش للأمة ويفكر للأمة وحيي للأمة وبكى للأمة، حتى أن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يبكي ويبكي ويبكي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمتي 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 أمتي، يبكي صلوات ربي وتسليماته عليه لبما أوحى، لما أخبره به الله تبارك وتعالى من فتن آخر الزمان، وما سيحصل في أمته من مقاتل ودماء وبأس شديد. بكى عليه الصلاة والسلام يبكي على أمته، قال: أمتي أمتي. فقال جبريل عليه السلام: فإن ربك يقول لك: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. سألت ربي ثلاثا، أعطاني ثنتين ومنعني الثالثة، والثالثة سألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، فمنعنيها، وهو أحد ثلاثة أنواع من أنواع العذاب الربانية. قال الله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. شيعا أحزاب طوائف جماعات، أو يلبسكم شيعا يجعلكم شيعا، نوع من العذاب. التفرق والأحزاب شكل من أشكال العذاب الربانية. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا في ثلاثة صور هذا العذاب الرباني. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، أولا من فوقكم، ثانيا من تحت أرجلكم، ثالثا يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ليس فقط يلبسكم شيعا، بل ويذيق بعضكم بأس بعض. وفي الصحيح: سألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سواهم، فقال: حتى يقتل بعضهم بعضا ويذيق بعضهم بأس بعض. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لن يسلط على أمته عدوا خارجيا إلا في حالة واحدة: حتى يقتل بعضهم، بعض الأمة المحمدية، حتى يقتل بعضهم بعضا ويذيق بعضهم بأس بعض، فحينئذ يحصل التدخل الخارجي، التسلط الخارجي، حينها تتسلط أمم الكفر على أمة الإسلام فتنقض عليها انقضاض السبع على الشاة. أن لا يسلط عليهم عدوا، سألت ربي أن لا يسلط عليهم عدوا من سواهم، عدوا خارجيا، قال: حتى يقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دم بعض، حتى يقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دم بعض. جاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. يأتي على الناس زمان، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن مستقبل الأمة. حدثنا كثيراً
صلوات ربي وتسليماته عليه عن مستقبل الأمة، أحداثها بدون تحديد تواريخ وسنوات، لكنه حدثنا عن مستقبل الأمة إلى قيام الساعة. حدثنا عليه الصلاة والسلام عن الفتن الكبار العظام التي ستكون مفصلية في حياة الأمة. حدثنا عن الأحداث التي تمثل منعطفاً في سير الأمة وحياتها وسياستها وملكها ومجتمعها وترابطها. حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام عن حاضر الأمة ومستقبلها، فنحن نعيش شيئاً من ذلك الحديث الذي أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. لو سألت القاتل لما قتلت، لما أطلقت الرصاص، لكان جوابه جواباً عند الله تعالى غير مرضي. جاء في سنن النسائي بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول يوم القيامة ومعه قاتله، فيقول: يا ربي يا ربي يا ربي، سل هذا لما قتلني، لما يا ربي سل هذا معه قاتله، يقول: يا ربي سل هذا لما قتلني، أزهق دمي، منعني الحياة أن أعيش فيها، لما قتلني؟ فيقول الله جل وعلا وهو أعدل العادلين وأحكم الأحكمين وأعلم الأعلمين وهو أعلم بالسبب، لكن الله تبارك وتعالى يسأله ليقرره بين يدي جميع خلقه، فيقول الله عز وجل للقاتل: لما قتلته؟ فيقول: يا ربي قتلته لتكون العزة لفلان، لفلان، ليست لله، لا ليس لتكون العزة لله ولا لرسوله ولا لدينه. قال: قتلته لتكون العزة لفلان، سواء فلانا كان هذا شخصا أو جماعة أو حزبا أو نظاما، لتكون العزة لفلان، لنظام، لغير ذلك، ليست لله ولا لرسول الله ولا لدين الله جل وعلا. قتلته لتكون العزة لفلان، فيقول الله عز وجل له: فإن العزة ليست لفلان، إن العزة لي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. قتلته لتكون العزة لفلان، فيقول الله عز وجل له: فإنها ليست لفلان، دع فلانا هذا ينقذك الآن، دع فلانا هذا، أخرجوا أنفسكم من النار. يقول الله عز وجل لأهل النار: أخرجوا أنفسكم، أنقذوا أنفسكم إن كنتم تستطيعون، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أخرجوا أنفسكم، أنقذوها من بين يدي ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يجد القاتل عند الله عز وجل عذرا مقبولا، لا يدري القاتل فيما قتل، ليس لديه عذر مقبول عند الله عز وجل يعتذر به بين يدي خالقه وربه. غاية ما سيقول أوامر وتعليمات، أنا عبد مأمور، أوامر وتعليمات. قتلته لتكون العزة لفلان، فلان
أمرني أن أقتل فقتلت، لتكون العزة لفلان، فلان هو الذي أعطاني الأوامر والتعليمات. فيقول الله عز وجل له: فإن العزة ليست لفلان، ليست لفلان، ليست لنظام، ليست لجماعة وحزب، العزة لله، العزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، العزة لدين الإسلام، العزة للمؤمنين ما داموا مستمسكين بدينهم. لا يدري القاتل فيما قتل، يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فيما قتل هذا المقتول لحكم مدني، لأجل حكم مدني. فإن الله تبارك وتعالى لم يشترط في كتابه ودينه من شروط الحاكم أن يكون مدنيا أو أن يكون عسكريا، فليست هذه موازين الله تبارك وتعالى في الحكم والرئاسة أبدا. إن كان المقتول قتل لأجل أن يكون الحكم مدنيا فليس هذا شرط الله في الحكم والرئاسة، إنما اشترط الله عز وجل في الحاكم والحكم والرئاسة شروطا واضحة بينة، أولها أن يحكم بشرع الله، فإن حكم بغير شرع الله فلا سمع له ولا طاعة. جاء في صحيح الإمام مسلم عن أم الحسين رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمر عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. لم يقل مدنيا ولا قال عسكريا، لم يقل مدنيا ولا قال عسكريا، بل قال: ولو عبد مملوك يباع ويشترى في السوق، إن أمر عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. هذا الشرط، هذا شرط الحكم والرئاسة الأول الذي لا يسبقه شرط، أن يحكم بكتاب الله، أن يقودنا بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، وإن لم يقودنا بكتاب الله فلا سمع له ولا طاعة. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره والأثرة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. على المرء المسلم، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالطاعة ليست مطلقة كما يظن البعض، طاعة الأمراء، طاعة ولاة الأمر ليست بوابة مفتوحة على مصراعيها، وليس حقا مكفولا في الشرع دائما وأبدا، إنما الطاعة لولاة الأمر في دين الله تبارك وتعالى طاعة مقيدة مشروطة. فإذا اختل الشرط بطل المشروط، إن اختل الشرط أن يقودنا بكتاب الله اختل المشروط أن نسمع له وأن نطيع. قال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة. والحديث للمسلمين ليفهموا ويعوا دينهم، فإن الله عز وجل حدثنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون به صلاح دنيانا وصلاح ديننا واستقرار أمرنا وعزتنا. على المرء المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره، نشيطا أو كسلانا يجب عليك أن تسمع وأن تطيع، في المنشط والمكره
وأثرة علينا. أثرة يعني أن يستأثر الماء الحاكم بالمال ولا يعطي الرعية منه شيئا. حتى في الأثرة أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة. هل يربينا الإسلام على الخنوع وعلى الخضوع؟ كلا، ليست القضية قضية خضوع وخنوع، بل قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن هؤلاء الأمراء إن طاعتهم لغيظ، إن طاعتهم لغيظ، أي يغتاظ الإنسان من طاعة أمير يستبد بالمال ويستأثر بالمال ويظلم ويجور. لكن ذلك لأمر آخر، ليست القضية قضية خنوع ولا خضوع، وإنما القضية قضية أحكام ربانية مأمور بها الأمير ومأمور بها الرعية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك وأسيد بن حضير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن زيد بن عاصم وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون بعدي أثرة شديدة وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إنكم سترون بعد أثرة استئثار بالملك والمال، إنكم سترون بعد أثرة شديدة، ليست أثرة عادية، إنكم سترون بعد أثرة شديدة وأمورا تنكرونها، فاصبروا. ما قال أطيعوا في المعصية، وإنما قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إلى متى نصبر؟ إلى متى نصبر؟ نصبر حتى نراهم لا يقودوننا بكتاب الله عز وجل أولا، ونصبر إلى أن نتمكن من إزالة هذا المنكر من غير أن يقع ويتولد منه منكر أكبر منه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تأمل تاريخ الإسلام في الفتن الكبار، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تأمل فتن الإسلام في أحداثها الكبار والصغار وجدها من إضاعة هذا الأصل، طلب إزالة منكر، طلب إزالة منكر فتولد منه منكر أكبر منه. من طلب إزالة منكر فتولد منه منكر أكبر منه. ننحي العسكر، نعم ننحي العسكر، لكن من غير أن يأتي ما هو أشد وأظلم وأطغى وأبغى، من غير أن يتولد منه منكر أكبر منه. من تأمل فتن الإسلام وما جرى عليها من الأحوال وجدها من إضاعة هذا الأصل، رؤية منكر فطلبوا إزالته فتولد منه منكر أكبر. إنكم سترون بعدي أثرة شديدة وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. على المرء المسلم السمع والطاعة، حديث ابن عمر في المنشط والمكره والأثرة، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذا أمرك الحاكم والأمير والسلطان بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال لك اقتل، قل لن أقتل. قال لك اسرق، لا تسرق. قال لك اعص الله في كذا، لا تفعل. ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فشرعية الحاكم
مشروطة في دين الله تبارك وتعالى بالحكم بشرع الله عز وجل، فما دام يقودنا بكتاب الله فله السمع والطاعة ما لم يأمرنا بمعصية، وإذا لم يقودنا بكتاب الله فلا سمع له ولا طاعة. وليس معنى ذلك أن نقوم مباشرة بإزالته، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة تحت ظل حكم قريش وسلطان قريش، ليسوا مجرد ظلمة بل كفار مشركون بالله تبارك وتعالى، لا ولاية لهم على مسلم ولا سلطان لهم على مسلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي حاله وواقعه. جاءه رجل فقال: جئت لأبايعك يا رسول الله، وهو بمكة صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل من قبيلة من القبائل فقال: جئت لأبايعك يا رسول الله، فقال: انتظر حتى تراني قد ظهرت، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ألا ترى حالي؟ وضع تحتها خطوطا كبيرة، اعتبار الواقع ومراعاته، فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أما ترى حالي؟ كان في مكة مستضعفا، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. جاءه رجل وهو صلى الله عليه وسلم مستظل في ظل الكعبة قبل الهجرة متكئا، فجاء رجل، وحديث في الصحيحين، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر الله لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ أصحابه يستضعفون، يوضع الحجر الثقيل في الحر الشديد على ظهر بلال عليه رضي الله عنه، ويقتل أبو جهل ياسر وسمية أبوي عمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. جاءه رجل وهو مستظل بظل الكعبة متوسدا بردة له، متكئا على بردة له صلوات ربي وتسليماته عليه، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ حماس الشباب وغيرة الشباب وشدة القهر وشدة الظلم، وأشد الظلم حينما يكون الظلم بسبب دينك وعقيدتك وإيمانك بربك وخالقك جل وعلا. ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه فقال: لقد كان الرجل في من كان قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون، تستعجلون النصر قبل اكتمال أسبابه، تستعجلون الثمرة قبل بدو صلاحها، ولكنكم قوم تستعجلون. ولهذا صبر عليه الصلاة والسلام بمكة 13 سنة في ظلم شديد وأذى شديد وقتل وتشريد من أصحابه من هاجر إلى الحبشة، منهم من ذهب إلى المدينة، منهم من بقي بمكة عاجزا عن أن يخرج منها
والنبي عليه الصلاة والسلام يرى كل ذلك ويعلم أن النصر له شروط ربانية بيَّنها الله عز وجل لعباده، وأن زوال الظالم له أسباب وشروط ربانية بيَّنها الله تعالى في دينه، فصبر وصابر 13 سنة صلوات ربي وتسليماته عليه، لكنه ليس صبر الساكت الخانع، وإنما صبر صلوات ربي وتسليماته عليه 13 سنة يخطط للأمة ويرتب لها اليوم الموعود بالنصر والتمكين، حتى جاء في 7 بعد هجرته إلى المدينة فاتحا لمكة المكرمة، هادما للأصنام، مزيلا للأوثان، مطهرا للبيت الحرام، فأنزل الله عز وجل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كان بإمكانه صلوات ربي وتسليماته عليه أن يخرج على سلطان مكة وهو بمكة فيقتلون من أصحابه من يقتلون، لأنهم عزل أمام قوة كافرة مشركة قرشية بمكة، كان بإمكانه هذا وهي قوة، هذا وهم مشركون، هذا وهم مشركون وهم كفار، صبر على أذاهم صلوات ربي وتسليماته عليه صبر العاملين وليس صبر الخاضعين الذليلين، حتى أذن الله عز وجل بعد ذلك له بالنصر والتمكين. جاءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إذن لي أن أقرأ عليهم القرآن. القرآن لا يحمل سلاحا، لن يحمل سيفا ولا رمحا، إذن لي أن أقرأ عليهم القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. فخرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فذهب وقرأ عليهم سورة الرحمن، فضربوه وآذوه أذى شديدا وأدموه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: ألم أقل لك لا تفعل؟ ألم أقل لك لا تفعل؟ الأمر ليس مجرد شجاعة وحماسة، الأمر ليس مجرد شجاعة وحماسة، وإنما الأمر يحتاج إلى ترتيب ونفس طويل وصبر عظيم، حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، خرجت المظاهرات في آخر أيام البشير، ووثق الناس في شباب الثورة، ووضعوا ثقل ثقتهم فيهم، ووثق شباب الثورة في قيادات، في قيادة تقود الحراك وتقود المظاهرات، تتحدث باسمهم وتفاوض نيابة عنهم، حتى جاءت المفاوضات بين العسكر وأولئك المتحدثون نيابة عن شعب كامل، عن شباب الثورة، عن أهل البلاد، ما يسمون بقوى الحرية والتغيير، فقاموا يفاوضون على المناصب، يفاوضون على المنافع، يفاوضون على الحصص، يفاوضون على المكاسب، يفاوضون على السلطة،
يفاوضون على الثروة، فحكموا سنتين ونصف كانت من أسوأ ما يكون ومن أظلم ما يكون، ظلماً في سواده، مظلمة في سوادها، وظلماً في بغيها. فرعوا الشذوذ والفجور، وأحلوا الدعارة والخمور، وقاموا على القوانين المستمدة من شرع الله عز وجل بالتبديل والمحو والإزالة والتعطيل. فكان مشروعاً أجنبياً عن أمة الإسلام في السودان، لا علاقة له بالسودان ولا علاقة له بالإسلام. وهذا الذي نتحدث عنه ليست القضية في إزاحة العسكر أو في إزاحة البشير، إنما القضية أين البديل ومن البديل؟ وإذا لم يجب على هذا السؤال فالإزالة خطأ شنيع وقراءة خاطئة للواقع وجهل كبير بسنن الله تبارك وتعالى في الإصلاح والتغيير. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير الرباني له شروطه وله وسائله وله قياداته. وثق الناس في اختيار الشباب، ولأن الشباب حديث عهد بالحياة، اغتروا وانخدعوا بمعسول القول من الأحزاب والعلمانيين واليساريين، فسلموهم القيادة وأعطوهم الريادة وساروا خلفهم ينظمون لهم حراكهم ويحددون لهم مساراتهم. فكانت النتيجة تلك السنتين ونصف من الحرب والبغي والعدوان على الدين والأخلاق والقيم والفضيلة، لا أعاد الله عز وجل تلك الأيام. وليس معنى ذلك أننا كنا طيلة 30 سنة في أمن وأمان ووئام، لا، ولكن معنى ذلك ما قاله ابن القيم رحمه الله، ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار وجدها من إضاعة ذلك الأصل. رأوا منكراً فطلبوا إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، فتولد منه ما هو أكبر منه. ليست القضية إسقاط العسكر، نتفق على هذه المقدمة، لكن أهم من المقدمة النتيجة. حتى العسكر قالوا، أو لنقل ادعوا، أنهم لا يريدون الاستمرار في السلطة. ليست القضية مجرد إزالة العسكر، القضية ما البديل؟ هل هو بديل راشد سيحكم بشرع الله عز وجل ويقودنا بكتاب الله تبارك وتعالى؟ وهذا يجيب على السؤال العريض والكبير: لماذا لا يلتف الشعب بكامله ويخرج الشعب بكامله مع بعض شباب الثورة؟ إنما هو لهذا الأمر، إنما هو لهذا السؤال الكبير، إنما هو لأجل هذا الأمر العظيم. ما هو البديل؟ إن كان البديل حكماً علمانياً فلا أهلاً ولا سهلاً ولا مرحباً به، ولأن نصبر على ظلم العسكر أيسر، ولكنه ليس صبر الخاضعين، وإنما صبر العاملين على تمكين الدين بإذن الله عز وجل. ما دمنا نعمل لتمكين الدين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف
ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فالدولة ليست فقط تسكت واسمح للناس أن يصلوا وأن يقيموا الصلاة، بل الدولة تأمر بالمعروف، الدولة تنهى عن المنكر، عن كل منكر، منكر في القضاء، منكر في الإخلاق في الأخلاق، منكر في السياسة، منكر في الاقتصاد، عن كل منكر. الذين إن مكناهم في الأرض أعطيناهم الملك، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فالاستخلاف ليس تشريف، وإنما تكليف، لينظر الله جل في علاه كيف ستعمل في هذا الملك، فيستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض. ينظر كيف تعملون في حكمكم وملككم، هل بكتاب الله تحكمون أم ستفصلون الدين عن الدولة، أم ستقبلون بحكم المخلوق وتعتزلون وتعزلون حكم الخالق جل جلاله. فهذه هي القضية العظمى التي يجب أن يتفطن لها الشباب، أن يتفطن لها الشباب، أن الشيوخ والكبار وأن العلماء لم يخذلوهم ولم يتركوهم، ولكنهم رأوا سوء الاختيار وبئس الاختيار الذي تم قبل سنتين ونصف. والمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين، والمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. ونحن نرى إلى هذه اللحظة قوى العلمانية وقوى اليسارية توجه المسارات وتحدد أيام المظاهرات، وإذا حدث تفاوض فالذي سيتفاوض هم نفس أولئك العلمانيون واليساريون. وما دام هذا هو الحال، وما دام هذا هو الحال، فلا يمكن أن يأتي نصر من الله جل وعلا. فإن الذي يريد أن يبدل الظلم بما هو أظلم لم يحسن وإنما أساء، وإنما الذي يريد أن يزيل المنكر بما هو أنكر لم يرض الله تبارك وتعالى بل أغضبه، وإنما الذي يريد أن يزيل طغيانا بطغيان أكبر، ظلما بظلم أكبر، والظلم الأكبر الحكم بغير ما أنزل الله. قال الله جل في علاه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فأولئك هم الظالمون، هؤلاء أشد الخلق ظلما، الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. فإذا كان هذا هو المقصود عباد الله، فلنعلم أن الأمر يحتاج إلى صبر أولا، وعمل وترتيب ثانيا، ونية صالحة لإقامة الدين والحكم بالشرع ثالثا. فإذا اجتمعت هذه الأركان الثلاثة جاء بعد ذلك النصر من الله تبارك وتعالى والتأييد، وجاء التغيير الرباني الحقيقي الذي يصلح البلاد والعباد، وتطمئن به النفوس، وتهدأ به القلوب، وتزول به الشحناء، وتنتهي به البغضاء، ويعيش الناس في بلاد الله وفي أرض الله إخوانا. واذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لكل من قتل ظلما وعدوانا. اللهم عليك اللهم اغفر لكل من قتل ظلما وعدوانا، اللهم عليك بكل من قتل ظلما وعدوانا، اللهم عليك بكل من قتل ظلما وعدوانا، اللهم ارحم واغفر لكل من قتل ظلما وعدوانا، اللهم عليك بكل من قتل ظلما وعدوانا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع كلمتنا على البر والتقوى وعلى ما تحب وترضى، اللهم وحد صفوفنا على كتابك، على دينك، على شريعتك، على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ول علينا من يقيم فينا كتابك، اللهم ول علينا من يقيم فينا شريعتك، اللهم ول علينا من يقيم فينا دينك،
اللهم ول علينا من يحكم فينا بحكمك، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وعمل بشرعك وهداك. اللهم يا رب العالمين أبرم لنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أبرم لنا أمر رشد يعز فيه طاعتك وتذل فيه معصيتك، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف ينهى فيه عن المنكر. اللهم يا ذا الجلال والإكرام سألناك في هذا اليوم المبارك، في هذا الشهر المبارك، في هذه الساعة المباركة، في هذا المكان المبارك، أن تولي علينا قائدا ربانيا يحكم بكتابك ويحرسه، يقيم العدل ولا يظلم يا رب العالمين. اللهم عجل لنا به يا رب العالمين، اللهم عجل لنا به يا رب العالمين، اللهم عجل لنا به يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نور يا رب بصائرنا، نور يا رب بصائرنا، نور يا رب بصائرنا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.